قول شو بدك بدون ما تدفش. بدنا نفتش البيت. بس البيت فيه حريم. خلي الحريم يطلعوا على الارض الديار وحطوا على راسهم، ما حدا حارب نحن. يلا قوم. استنى شوي. يا ابو تخطوا منيح وطلعوا على الارض الديار، بدهم يفتشوا الاوض. ابن عمي انا خايفه كثير، خايفه ياذونا. اللي بده يقرب نحكم بذبحه وبحسب الله ما خلقه. دكوا وبيطلعوا. مش حطونا برا. بعد هيك انت ويا. بعد هيك انت ويا، فتشوا البيت انا موجود. بعد هيك ولا اطلع من البيت ستي وتدخل عصام. لا خالي عصام، اطلع من البيت ستي ولا. تعالوا خذوه من هون احسن ما افشخوا نصين. لا لا. سون اون كولير. انا ما بسمع. الناس هاجمه على الحاغه وكثير غضبانه. وي مسيو، نحن ما شفنا لا الضابط الفرنسي ولا اي عنصر ثاني. عم ندور عليهم مسيو، عم ندور عليهم. ابو زو لا تخافي تقبريني، لا تخافي. والله اللي بدي أقرب عليك بدي قتله. هلأ شوفي شو حساوي فيهن. هلأ شوفي. اطلعوا برات البيت، اطلعوا برات البيت يا قليلين النخوة. تعال فتش لي الأوضة، في حدا بالأوضة؟ بنتي جوا. ليش ما نزلت على ارض الديار؟ لانها مشلوله ما بتقدر تتحرك. بدي فتش الاوضه. الله يخليك، هي بنتي بحياتها ما شافت عسكر، اذا شافتكم يمكن تروح فيها. طيب ماشي، افتح الباب وفوت قدامنا. يلا فتشوا الاوضه منيح. يا مو في ناس جايين يشوفوا البيت ويروحوا، لا تخافي. ما في شيء سيدي. الحقوني لشوف.